السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبناء طلاب الصف الثالث، أسعد الله صباحكم بكل خير. درس جديد من دروس الرياضيات، والدرس الدرس السابع من الوحدة العاشرة بعنوان الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. الأعداد الزوجية والأعداد الفردية، لكي نميز بين الأعداد الزوجية والأعداد الفردية يا أحباب، الأعداد الزوجية هي الأعداد التي تبدأ أحدها بالصفر أو اثنين أو أربعة أو ستة أو ثمانية. الأعداد الزوجية هي الأعداد التي أحدها صفر أو اثنين أو أربعة أو ستة أو ثمانية، وهي الأعداد التي تقبل القسمة على اثنين. هي الأعداد التي تقبل القسمة على اثنين. أما الأعداد الفردية هي الأعداد التي أحادها واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة. الأعداد الفردية هي الأعداد التي أحدها واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة، وعند قسمتها على العدد اثنين يبقى دائما واحد. يبقى الأعداد الزوجية هي التي تقبل القسمة على اثنين، أما الأعداد الفردية هي اللي بتقبل القسمة على اثنين بس بيكون معاها باقي واحد. هنا السؤال بيقول لون الأعداد الفردية باللون الأحمر ولون الأعداد الزوجية باللون الأخضر. لو أنت أخذت بالك يا أحباب، كل الأعداد اللي أحدها واحد هذه أعداد فردية، يبقى لونها باللون الإيه يا أحباب؟ أحسنت يا بطل، باللون الأحمر. كل الأعداد اللي الأحاد بتاعها اثنين هذه أعداد زوجية، يبقى نلونها باللون الأخضر. وهكذا الأعداد اللي أحدها ثلاثة، الثلاثة أعداد فردية يبقى باللون الأحمر. الأربعة اللي أحدها كله أربعة يبقى باللون الأخضر. وهكذا اللي أولها خمسة هذه أعداد فردية باللون الأحمر. اللي أولها ستة هذه أعداد زوجية باللون الأخضر. اللي أولها سبعة بتكون أعداد فردية باللون الأحمر. الأولها 8 بتكون أعداد زوجية باللون الأخضر. الأولها 9 هذه بتكون أعداد فردية باللون الأحمر. والأولها 0 بتكون أعداد زوجية باللون الأخضر. ننتقل إلى السؤال الأول. حوط الأعداد الزوجية. عشان أعرف العدد الزوجي من العدد الفردي هنا ببدأ أطالع خانة الأحاد. احنا قلنا أو اتفقنا اللي بيكون أحاده 0 2 4 6 8 هذه أعداد زوجية. نبدأ نطالع الأحاد هنا 4 يبقى هذا عدد زوجي بحوطه. العدد 3 هنا في الأحاد عدد فردي يبقى هذا عدد فردي، يبقى 43 كله فردي. ال 92 أبدأ أطالع الأحاد، الأحاد 2 هذا عدد زوجي، إذا يبقى العدد كله عدد زوجي. المئة ستة وثلاثون هنا نطالع الأحاد ستة يبقى العدد كله زوجي، يبقى المئة ستة وثلاثين زوجي. أربعمائة واحد وعشرون بنطالع الأحاد واحد، الواحد عدد فردي يبقى العدد كله فردي. ننتقل إلى السؤال التالي. ابدأ بالعدد ثلاثة عشر واكتب الأعداد الفردية الخمسة التالية. عند العدد الأولاني 13 إيش التالي بعده؟ يبقى بنزود اثنين أو نشوف الثلاثة بتزيد عليها اثنين تبقى خمسة، يبقى خمسة عشر. كل مرة بزيد اثنين يبقى سبعة عشر، نزيد اثنين تبقى تسعة عشر، نزيد اثنين تبقى واحد وعشرين، نزيد اثنين تبقى ثلاثة وعشرون. إذن الأعداد الفردية الخمسة التالية للعدد 13 هي 15 17 19 21 و23. ننتقل إلى السؤال التالي. بيقول لي أوجد الناتج. يمكنك استخدام الآلة الحاسبة للإجابة على الأسئلة التالية. 5 زائد 7 كم يا أحباب؟ أحسنت يا بطل، 12. 71 زائد 19، 1 زائد 9 10، صفر معنا الواحد. 1 على 7 8 و 1 9 يبقى 90. 125 زائد 673، 5 زائد 3 8، 2 زائد 7 9، 1 زائد 6 7، يبقى الناتج 798. ملاحظين ايه يا احباب؟ ان هذا عدد فردي وهذا عدد فردي كان مجموعهم عدد زوجي، يبقى اي عددين فرديين بيكون الناتج عندي او مجموعهم بيكون
الناتج الناتج ده بيكون عدد زوجي. طيب تعالوا نجمع كده عددين زوجيين، احنا بدأنا بعددين فرديين، تعالوا نشوف عدد زوجي عدد زائد عدد زوجي. 2 زائد 8 10، 26 زائد 52 6 زائد 2 8، و2 زائد 5 7 يبقى 78. 210 زائد 534 0 زائد 4 4، 1 زائد 3 4، 2 زائد 5 7 يبقى 744. يبقى ناتج جمع عددين زوجيين برضو بيكون عدد زوجي. يبقى أنا لو سويت جمع العددين فرديين بيكون الناتج زوجي، ولو سويت جمع العددين زوجيين بيكون برضو العدد زوجي. طب تعالوا نجمع عدد فردي مع عدد زوجي. 3 زائد 6 أحسنت يا بطل 9، 21 عدد فردي زائد 34 عدد زوجي يدينا 1 زائد 4 5، و2 زائد 3 5 يبقى 55، 76 زائد 195 بيديني 271. لو انت لاحظت الاعداد كلها اعداد فرديه، يبقى ناتج جمع اي عددين فرديين عدد زوجي، اي عددين زوجيين عدد زوجي، ناتج جمع عدد فردي وعدد زوجي هو عدد فردي. ننتقل الى السؤال التالي. هنا هنسوي برضو عمليات الضرب زي ما سوينا عمليات الجمع. 3 ضرب 7 21، 9 ضرب 11 99، 5 ضرب 100 23، 5 في 3 15، 5 ومعنا الواحد، ال 5 في 2 ب 10 و 1 11، 1 ومعنا الواحد، 5 في 1 ب 5 و 1 6 يبقى 615. لاحظنا ايه يا احباب؟ ان حاصل ضرب اي عددين فرديين هو عدد فردي. حاصل ضرب اي عددين فرديين هو عدد فردي. طيب نضرب عددين زوجيين، 2 ضرب 4 8، 6 ضرب 8 48، 8 ومعنا ال 4، 6 في 1 ب 6 و 4 10 يبقى 108، 4 في 2 ب 8، 4 في 3 ب 12 ب 2 ومعنا ال 1، 4 في 2 ب 8 1 9. لو انت لاحظت هتلاقي ان الاعداد الناتجه كلها اعداد زوجيه، يبقى حاصل ضرب اي عددين زوجيين هو عدد زوجي. حاصل ضرب اي عددين فرديين عدد فردي، حاصل ضرب اي عددين زوجيين هو عدد زوجي. نشوف طيب لو انا ضربت عدد فردي في عدد زوجي، 3 ضرب 2 احسنت يا بطل 6، 6 ضرب 13، 6 في 3 18، 8 ومعنا ال 1، 6 في 1 ب 6 و 1 7 يبقى 78، 7 في 8 ب 56، 6 ومعنا ال 5، 6 في 7 في 1 ب 7 و 5 12، 2 ومعنا ال 1، 7 في 1 ب 7 و 1 8 يبقى الناتج 826. لو انت لاحظت هنا الناتج او النواتج كلها اعداد زوجيه، يبقى حاصل ضرب عدد فردي في عدد زوجي بيدينا عدد زوجي. يبقى في النهايه يا احباب نعرف ان حاصل ضرب اي عددين فرديين هو عدد فردي، حاصل ضرب اي عددين زوجيين هو عدد زوجي، حاصل ضرب اي عددين عدد فردي وعدد زوجي هو عدد زوجي. بانتهاء السؤال ده يا احباب بنكون وصلنا لاخر حصتنا، مشكورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.